ناخد هاتفيا الاعلاميه والزميله والصديقه العزيزه دعاء فاروق. يا دعاء صباح الخير عليكي. صباح الفل يا منى، ازيك؟ يا اهلا بيكي. ايه الاخبار؟ كله زي الفل الحمد لله. كله تمام والله. انا لسه يعني بسمعك اهو، ما اعرفش موضوع التراجع ده، انا عارفه انه الطبيعي انه الناس يعني انا الحقيقه حبيت جدا يعني كلمتك امبارح لانه انا قريت لك تعليق على الموضوع ده بيمثل وجهه نظر لعدد كبير جدا من المصريين. يا دعاء انا عايزاكي قبل ما نتكلم في التراجع، احنا هيكون معانا اتصال هاتفي من لجنه السياحه، قبل ما نتكلم عن التراجع ايه وجهه نظرك في فكره انه وضع قيود او شروط او حتى انه نصل لمرحله منع المحجبه او من ترغب في ارتداء المايو الشرعي زي ما بتسمى من حمامات السباحه داخل المنشات الفندقيه؟ انا يؤسفني اقول لك ان اللي بيمنع واللي بيتضايق واللي بيتضرر هم مصريين زيهم زينا، ويؤسفني ويزعلني انه برضه في كتير مسلمين زيهم زينا بيتضرروا من فكره ان واحده مغطيه نفسها من فوق لتحت نازله، واخدين حجه البليز، معلش انا اسفه، هي الاجانب ومنظرنا قدام الاجانب. حبيبتي الاجانب مش عايزين غير النظافه، مش عايزين غير الهدوء، مش عايزين غير ان كل واحد يبقى في حاله. واعتقد انه يعني السواد الاعظم من الناس اللي بيروحوا الاوتيلات الكبيره الغاليه كده، في ناس عايزه تروح تتبسط هي واولادها، ولاش دعوه ولا لا لا مين لابس ولا مين قالع ولا الموضوع ده في دماغها خالص. انتوا اللي بتضايقوا الناس اللي في حالها دول، اللي عايزين يستمتعوا بتروح وبتدفع وبتدخل وبت يعني بتبقى عايزه تقضي اربع خمس ايام مع جوزها واولادها في امان الله، بتفاجئ بكميه عنصريه مش طبيعيه، وانه الناس بتبص لها من فوقها لتحتها، واللي هو ده شيء غريب الحقيقه. هي يعني مفيش اي حاجه عاملاها عيب يعني، ولا ما يصحش عشان يتبص لها البصات دي. وعايزه تتمتع بالميه مع جوزها وابنها مثلا. كلام بقى تسمعي كلام من عينه ايه؟ واتحجب يعني تدفن نفسها، يعني عشان اتحجبت تدفن نفسها، اتحجبت ميه ايه وبتاع ايه ما تنزلش ميه. كم تعليقات عنصريه مش معقول، ولا يمكن اتخيل انه الناس بره يقولوا كده. واحنا بنسافر بره على فكره، وبلبس المايو الشرعي ده وبنزل، ونزلت بيه في كل حته، واصحابي نزلوا بيه في امريكا وفي اليونان، وانا نزلت في فرنسا وايه. معلش انت بتقولي دلوقتي نقطة مهمة يا دعاء، انا عارفة طبعا انك يعني انت سافرتي كتير ولفتي العالم وانت محجبة وفخورة جدا بحجابك، وفي نفس الوقت بتبقي زي ما قلتي عايزة تشاركي اولادك واسرتك طبعاً. يعني السباحة والشمس والمية يعني ما حدش يقولي ايه روحي انزلي، روحوا انزلوا بعيد، كأننا مثلا فئة منبوذة في حته تلموكوا لوحدكم، بيقولوا كده ومصريين. لا طبعا لا طبعا مرفوض تماما. مصريين بيعلقوا كده تعليقات كده. طب قولي لي انت بتقولي دلوقتي انه بره بيسمحوا بنزول المايو اللي هو بيبقى الليكرا الطويل ده، بيسمحوا بيه عادي؟ يا حضرتك ما هو ده بقى معلش برضو في نقطه من في نوع كده من انواع، انا اسفه بس نوع من انواع الجهل بالاشياء. يعني في حاجه اسمها بوركيني، والستات بره الاجانب بيجي لهم حساسيه من الشمس، فبيحبوا يغطوا جسمهم علشان بيلتهبوا، هم بيض قوي زياده وبيلتهبوا، فما بتحبش يعني في يحبوا ياخدوا تان وفي ما يحبوش فبيلبسوه، وبالتالي ما حدش بيجي ناحيتهم. انت المفروض المهم ان انت تلتزمي بخامه المايو، خامه المايو المهم انك تلتزمي بخامه المايو. حضرتك بقى المايو مغطي رجلي او مغطي فراعي او مش مغطيها، حضرتك مالكش دعوه. انا حره في ان انا اغطي رجلي او ابينها. ابينها حره واغطيها وابقى مش حره، ما حاجه غريبه جدا يعني. طيب حاجة. طب دعاء انا عارفه ان انت صريحه وانت عارفه ان انا صريحه وهنقلبها صراحه، وعايزه اسالك في نقطه انا عارفه ان هي حساسه جدا بس ايه، وعارفه انك هتفهميني. ما بتشوفيش انه بعض الناس ما بتبقاش هجومها او وجهه او قلقها او خوفها من انه عشان انا عايزه اصادر حريتك واقول لك لا اقلعي زي فلانه والبسي مايو بلاش الشرعي ده، البسي المايو العادي ده او كده، بيبقى الفكره قلقهم، وده بالذات بيحصل في بعض الشواطئ والبيتشز اللكجوريس طبعا والمناطق الفاخره انت عارفه طبعا الكلام ده، بيبقى قلقهم انه واحده واحده
لما ابدا الاول اجيز فكره المايو كاملا، بعدها اجيز غطاء الراس والحجاب، بعدها اجيز مش عارفه ايه على ايه، فانه واحده واحده. وده خوف شريحه من الناس اللي بتمثل الراي الثاني وهو رفض، عشان انا لازم اكون معاكي بقول الراي الثاني ايه، اللي بتمثل شريحه من الناس وهو رفض انه محجبه تنزل حمام السباحه معايا او البيتش او كده، انه واحده واحده يبدا ده يوصل الى يعني سوشيال ليفل او سوشيال ستاندرد اقل او مستوى اجتماعي اقل، فيبقى لا ده انا واحد دافع فلوس وليا سوسايتي معينه اظهر فيها. انت فهماني يا دعاء؟ والله المستوى الاجتماعي مش باللبس بالاخلاق، المستوى الاجتماعي بالسلوكيات. والله انا مش بال يعني هو انا لما اقلع ابقى انا كده قطع اللي هو السوبر سوبر سوبر هاي ليفل؟ هو ده حاجه، ده تقييمك للكلاسي، الناس الكلاسي انها بس تبقى قلعه بس؟ عيب، ده كلام مش ناس يعني معلش، ده كلام جهل. لا معلش انا اسفه، الكلاسي الناس الاخلاق ديسن، ممكن واحده جدا تبقى لابسه بيكيني واخلاقها ككلام وكطريقة very vulgar، وممكن واحدة تبقى decent جدا ومحجبة، والعكس صحيح برضه، ممكن واحدة تبقى لابسة بيكيني ومحترمة وكويسة، وواحدة تانية لابسة نقاب حتى وتبقى vulgar. أنا بتكلم إن السلوكيات هي اللي تحكم والقوانين هي اللي تحكم، حضرتك ما تحكمش عليا من شكلي، حضرتك ما تحكمش عليا من شكلي. وإلا بقى نتكلم بقى على التخن والرفع وعلى الاجسام وعلى ما تحكمش عليا، وبقى وحاجه بقى ونشوف بقى اسعار المايوهات ونشوف ما هنفتح بقى في الحاجات دي. ويتسمح لي ادخل البيتش او لا بناء على ماركه المايوه او براند المايوه مثلا؟ تخيلي، ما هو يعني ولو قعدنا قيمناها بقى لو كلاس ولو ستاندرد وهاي ستاندرد والكلام ده، لا المايوهات الشرعي النظيفه لا بثمن مثلا 8 مايوهات من لا غاليه، وبنتعب على ما بنجيبها وكده، وعلشان نبقى احنا شكلنا مهندم وما نضايقش بعض. خليني اقول لك حاجه، اتفضلي. عملوها يعني عملوها عشان ما حد عشان يشربوا، عشان يعني يبقى فيها شرب ويبقى فيها كده، نووي انا ما احبش ادخلها اصلا يعني خلاص. يعني في حاجات كده هم بيعملوها وبيقضوا فيها وقت لطيف مع بعض، مين قال مثلا ان انا احب ادخل بيتش زي ده؟ مش جوي ومش هتبسط وما احبش ادخله. انا عايزه بيتش طبيعي لطيف صحي، في اخواتنا العاديين المحجبه جنب اللي مش محجبه، جنب اللي عايزه تلبس، اللي عايز يلبس حاجه يلبسها، وكل واحد في حاله، واللي عايز يقلع حاجه يقلعها، يعني كل واحد حر براحتهم. احنا مالنا؟ انت قلتي كلمه في منتهى الاهميه، طالما خامة القماشة ما بتضرش ولا تتفاعل. طب تعرفي بقى، أنا عايز أقولك على حاجة، عارفة إن إحنا تواصلنا مع الدكتور هاني الناظر وسألناه علميا بقى، سألناه له طبعا يعني العالم الدكتور علاء هاني الناظر، سألناه علميا قال نفس كلامك، قال إنه خامة، هو قال حاجة تانية، قال إنه خامة القماشة بتاع الليكرا دي لا تسبب تلوث ولا تسبب مشاكل، طالما هي الخامه اللي هي الليكرا اللي هي بتبقى في المايوه ده، اللي هو انت عارفه اللي بتشد الليكرا، الناس كلها عارفه الليكرا يعني. هو قال انه علميا لا بتسبب مشاكل ولا بتنقل التهابات ولا، وان الكلام ده مش مظبوط خالص. بقول لك ايه يا منى، عارفه هقول لك حاجه كده، انت عارفه انا بطلع في الفيديو بتكلم كان انا قاعده معاكم يعني، مش انا عارفه ما عنديش التحفظات الفظيعه. عارفه انت الفنان محمد كريم؟ بص يا ستي، الراجل ده عامل 24 اورز لايف فيديوز من امريكا، فطول ما هو ماشي كده بيقعد يصور الشوارع ويصور الناس ويصور ما اعرفش ايه، فوقع تحت ايدي كده فيديو من الفيديوهات اللي هو عاملها، فماشي في بيتش في سانتا مونيكا ولا ما اعرفش فين كده. المهم بيصور البيتش، الناس نازلين بهدومها يا مني، الرجاله نازلين بتيشيرتات، عارفه الرجاله البيض التخان نازلين بالتيشيرت فوق الشورت وداخلين جوه في بيه الميه، علشان يمكن يكون الراجل بيتسلخ ولا بيجي له حمونيل ولا بتاع ولا كده، ومصورهم والناس عادي خالص، ايه في ناس نازلين بالتيشيرتات وكده، ما في الا انا شفت عقد وكلاكيع زي ما شفتها هنا.
انا مش فاهمه في ايه. لا وهي الفكره ان احنا بنحتد على بعض قوي لما بيحصل حاله ديبيت وجدل، بنحتد على بعض قوي بزياده. والله الموضوع نفسه ما بيبقى مستاهل كده. دي اذيه نفسيه لما الاقي اذيه نفسيه ولا 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 حد، واحنا مش هنخلص من القرف ده بقى، والناس كلها داخله ترد. بتاذونا ليه؟ احنا ما اذيناش حد. بتاذوا المحجبات ليه؟ تخيلي انت كده واحده رايحه مع ابنها وجوزها وبس، عايزه ابسط حاجه في الدنيا انها تتمتع بالبحر مع اولادها، ويقولوا لها لا انت لا بره والكلاب ممكن تنزل. عيب عيب، ده لا ديننا ولا اخلاقنا ولا بلدنا. ومفيش حاجه اسمها، على فكره ماليزيا السياحه فيها بالضرب، واندونيسيا السياحه فيها بالضرب، والشواطئ عندهم بالضرب، وكلهم محجبات، ومحدش بيقول الكلام ده غير عندنا فقط. بشكرك بشكرك جزيل الشكر زميلتي العزيزة وصديقتي والإعلامية الجميلة دعاء فاروق.